عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. نسخ قاركود ويكلا قديم أيان وحديثك أنس كم بيصهر مرين أيان قارنك كلا مناسبتنا وحف في عن لبضنا اسكم متكا إن اسكم حشي وحولي مركا أنس كنا نصلي وحن وهنشر قارتو كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لتشركي سأيان تكنشر في شدة الحر كل كدران قده سأيان رسولك لتشركي ستكنشر. فإذا لم يستطع مركان كري كرين أحدنا متكايو أن يمكن جبهته من الأرض إنه هلك كسجودا يقول كإنه لقوا كري كري وايو بسط ثوبه مردي سفدين شري فسجد عليه وكسجود شري. حديث كان واحد سوري أي بخاري مسلم أي سوري رارن كمركان كسجود كري وينه مرض أيان مركان ديجان شري مركان كسجود شري. حديث كان واحد حلقة قاضنا يا أنا وحوي يدو إبرات كي حتى للسمية حديث كور عارض مايو إبرات كي يدو للسمية للدونة كل كدرن إنه خفيفة هذا مع ذلك ده كل بضم باباقي نغنية وقرح ذو قبة ودعادي من نغنيس لكن إن بار نقصان أكو إمريس هذا مع ذلك كل درن باباقي مركا حديث كان حديث كور استيدي مايا مركا ررن كا مركا نكون سجودي كري وينو مرضا نبدين شري مرضا أيام نبدين شري حلقة قادنا إياه شيء دلك كحق الروح أما سجايدها النقطة أما مرها النقطة أما وحلم إذا إن لقوس سجودا إن عندي بقوس سجنين وهاي علماء قاركود إلى هذان مرضى وقوس سجودا يا وين أهين شيء يتحرك بحركته لا رغاقي سوى حلا صعنا يلا رغاقي وين نهين علماء الشافعي وكرساء سيد هذان هدول سجى رغاقي سلا رغاقي يوم أم رأي سجى صارا ودقنا يوم مركو كعانا مرض الله كعيسو ويسجى راعيسو تنوع على سجود أصيح ما يسوي إلى هذا الشافعي لكن مذاهب تكلوا بنين يان وحيلين ليبكم الصغنا أحد ليبكم الصغاني ما شفته وليبا وحايدة يا حديث كان لفتيسة وقصة عرورته وحايدة هدين قريها الشافعي وحلو حنباريا إن مرضوا بلك التالو أين إسجل لدق دقاقين إن لدق دقاقين سيوح عضينا يا روايات كقار كتبة وحي الشيقي يان مرضا سيني مرض صار أي أهي ومركا السجود يان أي ديقان شريب وقالتا سيوحي ظاهر كتاي إن أي أهي الشيء يتحرك بحركته بحركة الساجد مركا إن عندي بكسو غناين سيدة قوي غير راجحة من حيث الدليل أيا لقا قادنا إياه.